أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما توليه الشركات العاملة في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي من حرص واهتمام على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني والمخطط له وبجودة عالية، مثنيا على جهود كافة الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق حتى اليوم في مشروع توسعة مطار البحرين، متمنيا لجميع القائمين على تنفيذ المشروع التوفيق في البدء بالعملية التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن هذا المشروع في 28 من يناير الجاري. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد بحضور سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عددا من المسؤولين وممثلي الشركات العاملة في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي للاطلاع على سير العمل في المشروع، حيث وجه سموه شكره لهم على ما يقومون به من جهود في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، معربا عن تقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في المشروع على ما تحقق بسواعدهم في هذا الصرح الحيوي والذي سيمثل واجهة مميزة وعصرية للمملكة في قطاع الطيران والقطاع اللوجستي. وقد قام المسؤولون وممثلو الشركات بإطلاع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع توسعة المطار وسير العمليات بما فيها التحضير النهائي للبدء بالعمليات التشغيلية بمبنى المسافرين الجديد في المشروع، معربين عن شكرهم لسموه على متابعته المستمرة ودعمه اللامحدود والذي كان له الفضل في إنجاز هذا المشروع الرائد وفق أفضل التقنيات المستخدمة في المطارات عالميا والذي سيعزز من موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في قطاع الطيران والقطاع اللوجستي.